من فكر مجلس الإدارة أكتر، وإزاي التخطيط للفكر للطفرة الإنشائية الحاصلة دلوقتي على مستوى الثلاث فروع. بس الأول هننزل عملنا يعني التقرير ده عشان الناس تشوف على أرض الواقع إيه اللي تم إنجازه، إيه اللي في الطريق من حيث الإنشاءات. خلينا نروح نشوف التقرير ده مع حضراتكم ونرجع مرة تانية في البيت الكبير. منذ تولي مجلس محمود الخطيب إدارة دفة الأمور في سفينة القلعة الحمراء، نجح في تحقيق طفرة إنشائية لافتة في فروع النادي الثلاثة، فضلا عن وضع حجر الأساس لحلم الفرع الرابع للنادي في التجمع الخامس، وذلك على الرغم من الأمواج المتلاطمة والظروف الصعبة التي تواجه السفينة الحمراء. لكن الربان الناجح ومجلسه ما زالوا يسيرون بها في خضم كل هذه الظروف بنجاح لافت. حقق مجلس الخطيب على مدار أقل من 3 سنوات منذ تولي مسؤولية الأهلي رسمياً في الأول من شهر ديسمبر عام 2017 طفرة ملموسة في إنشاءات النادي على كافة المستويات، بما يخدم أعضاء القلعة الحمراء بالشكل الذي يليق بهم ويؤسس لمستقبل مشرق وأكثر استقراراً لأبناء النادي الأهلي. والبداية من فرع النادي بمدينة نصر، حيث افتتح مجلس الإدارة منطقة المطاعم الجديدة فود كورت التي تضم 12 منفذاً جديداً لخدمة أعضاء الجمعية العمومية. وأيضاً تم الانتهاء من إنشاء سور النادي وتجديد مبنى أكاديمية الكرة وتطوير المبنى الإداري لقطاع الناشئين وتكييف صالة الكاراتيه وتجديد الحمامات وافتتاح المنطقة الترفيهية التي تضم حمام بأمواج صناعية وحمام سباحة للكبار وحمام سباحة للأطفال وغرف خلع ملابس رجال وسيدات وغرف خلع ملابس أولاد وبنات ومناطق جلوس للأعضاء ومناطق خدمية. كما شهد مقر الأهلي في الجزيرة العديد من الإنشاءات، فتم الانتهاء من إنشاء سور النادي الجديد وافتتاح صالة الكاراتيه الجديدة وإنشاء صالة تنس الطاولة وتجديد صالة الأمير عبد الله الفيصل وأيضاً تجديد غرف خلع ملابس الفريق وأيضاً تجديد غرف خلع ملابس الفرق الرياضية. وكذلك تم إنشاء التراس الجديد لتخفيف الضغط على التراس القديم وإضافة مساحات جديدة للأعضاء. كذلك تم الانتهاء من تطوير مدرج فريق الكرة وما يتضمنه من إنشاء قاعة اجتماعات تم تصميمها على أعلى مستوى، بالإضافة إلى غرفتين لخلع الملابس بجانب عدد من العيادات وغرف الاستشفاء التي تضم أحدث أجهزة التأهيل والاستشفاء، بالإضافة إلى الجيم الذي تم تزويده بأحدث المعدات الرياضية والبدنية المتميزة. ولا يختلف الحال كثيراً في فرع الشيخ زايد الذي بات منتجعاً صحياً وترفيهياً رائعاً لأعضاء النادي، ويشهد الفرع أعمالاً إنشائية كبيرة باستمرار، حيث تم الانتهاء من الحصول على تراخيص إنشاء البوابات وإنشاء صالة للكاراتيه وصالة جمباز ومبنى إداري ومجمع ملاعب سكواش، وحالياً يجري العمل في تلك الإنشاءات. وبالنسبة لفرع التجمع الخامس الذي يعد مستقبل النادي، فقد تم وضع حجر الأساس بحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وأعرب صبحي عن سعادته بوضع حجر الأساس لهذا المشروع العملاق، مشيرا إلى أن الفرع الجديد للأهلي يعد إضافة قوية للمنشآت الرياضية المصرية، وسيسهم بلا شك في إعداد أجيال من الأبطال الرياضيين ترفع علم مصر في مختلف المحافل. وصمم الأهلي فرع النادي بالتجمع الخامس بمخطط عام وفق أفضل التصميمات الهندسية التي من خلالها سيتم تلبية كافة الاحتياجات الخاصة بخدمة الأعضاء. وتقدر المساحة الإجمالية لفرع الأهلي بالقاهرة الجديدة ما يقارب 50 فدانة، ويشمل عدد 2 ملعب كرة قدم قانوني كبير و4 ملعب خماسي و4 ملاعب كرة يد و4 ملاعب للكرة الطائرة و4 ملاعب لكرة السلة و6 ملاعب تنس أرضي ومجمع حمامات سباحة تحتوي على حمام سباحة أولمبي وحمام غطس وصالة مغطاة،
بالإضافة إلى مبنى للسكواش وحدائق للأعضاء ومنطقة لألعاب الأطفال. وانطلاقاً من تحمل مجلس الإدارة لمسؤولياته منذ توليه المهمة بإحداث طفرة إنشائية تتسق مع الطفرات العديدة التي تشهدها مصرنا الحبيبة في كافة المجالات وفي مقدمتها أعمال الإنشاء والتطوير، فقد خطط المجلس للفترة المقبلة مع محافظة القاهرة من أجل مواصلة العمل في مشروعات إنشاء البوابات الخاصة بمقر النادي بالجزيرة وإنشاء جراج سطحي بفرع النادي بمدينة نصر على مساحة 33,000 متر لحل أزمة تكدس سيارات الأعضاء في الشوارع المحيطة بالفرع وخلق سيولة مرورية في هذه الشوارع، واستكمال إنشاء أسوار فرع النادي بمدينة نصر بنفس مواصفات الأسوار التي تم إنشاؤها لذات الفرع على شارع الطاقة الملاصق لأكاديمية النادي لكرة القدم. ولن ينسى أعضاء النادي الأهلي كلمات الأسطورة محمود الخطيب الرنانة وهو يردد مع كل إنجاز جديد وطفرة في الإنشاءات: علينا أن نفخر بنادينا العريق، لا سيما بعد النقلة الكبيرة التي تحققت مؤخرا على كافة المستويات، والفترة القادمة ستشهد تحركات جديدة لإسعاد أعضاء وجماهير النادي على مختلف الأصعدة والمجالات، لأن الأهلي وجماهيره وأعضاءه يستحقون كل ذلك وأكثر.